الحيب انا اجي نوريك كيفاش من 4 د العبايات خرجت 11 العبايه. نبداو باول ستيل هو هذا جاي دو بياس خديتو فهاد اللوين بريسيزامون حيت جاي الربيع وانتم عارفين هاد الالوان كيجيو فنين دابا مريح للعين وشي حاجه اللي هادئه وتماشى مع رمضان. الموديل الثاني ما مختلفش بزاف غير هو كتقدروا تجمعوا بهذيك الطريقه الوسط كيجي فن خصوصا البنات اللي هكا سميمرات غيجيهم غزال 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 بزاف. انتم عارفين الالوان اللي مفتوحه كيجيو زوينين مع البنات اللي سمرين وحتى البيضين وتقدروا ديروا بهذه الطريقه تحزموه من الفوق كتجي تاهي زوينه والستيل وكتبانوا اختلفتوا في اللبسه. ودابا ندوزوا الى جاتنا شي عراضه في الليل هكا من مورا الفطور فتقدروا تلبسوا هذا الستيل هذا كيجي زوين وشيك وديال لي سواغي تقدروا تلبسوا كل شيء نوار كيف ما تقدروا تدخلوا نفس اللون اللي داخل في العبايه. والستيل الرابع اللي حمقني بزاف هذا لا بيرفيكسيون ستيلي غادي يجي مع اي بنت سواء كنتي بيضاء ولا سمراء ولا حنطيه تقدروا تلبسوه في اي مناسبه الصراحه سواء كنتو معروضين الفطور ولا من مورا الفطور. ملي كنقولوا لحيت بنات كنقولوا لي زاستوسكم استوس كنديرها ديما كناخذ لتحت ديال اي عبايه اللي كتكون دو بياس وكنلبسو مع كاع الفوق ديال العبايات الاخرين اللي عندي وهكا نستافد من بزاف ديال البيسات بنفس القطعه. كيكون في الاول ديال لا فيديو من 4 ديال العبايات خرجنا 11 العبايه. كنتمنى تعجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع صحاباتكم باش يستافدوا وغنخلي لكم حتى لا باج مي خديتهم تحت لا فيديو. بنات الربيع ما بقى لي والو وقت لي زونسومبل داكشي علاش غادي نوريك 4 ديال لي زونسومبل منقيدين لاي مناسبه. الاول غنجيك من الاخر هاد لونسومبل اللي كيجي على شكل شيميز وسروال ديالها خصو يكون عندك ضروري. بغيتي في الكلاس غادي ديري لي زاكسيسوار وتدخلي نفس اللون في الساك والصباط والزيف ديالك الا كنتي حجابيستا وهانتي لابسه لبسه كلاسيه. بغيتي في الكاجوال سيري هزي داك السروال اللي عزيز عليك ديال الجين افيك ان تيشيرت ابيض سبرديله بيضاء وبدعي ليا في اللوك كيما بغيتي كنتي فوالي بدعي في الزيف. سينو بقاو ديما ديروا الزيف ديالكم في نفس اللون مع السروال الا كانوا عندكم متوفرين. كانش عندك مع الالوان ضربي كلشي في كحال سواء تسدي لا شوميز ولا تحليها تقدري تلبسيها مع لا جوب كيف ما تقدري تبراتيكيها حتى مع الكسيوات اللي كيجيو لاصقين ديال الخيط وحتى السروال ديالو راه تقدروا تلبسوه مع كاع لي جاكيت اللي عندكم. الستيل الاول فاليدي الستيل هذا غتحكموا عليه تقولوا ما غاديش يجي لا سبور لا كلاس هانتوما لبستو مع دي طالون جا زوين لبستو مع سبرديله جا سبورتيف وحيت داك الفوق ديالو جاي هكا شي حاجه ستيلي غادي تقدروا تلبسوه حتى هو مع كاع لي بونطالون اللي عندكم بكل راحه ومع كاع الالوان. والستيل الثالث والاخير بيان سور خديت فيه جوج الالوان هذا بيرفكت لاي بنت كيعجبها السبور الفوق ديالو جاي على شكل جاكيطه كما كتشوفوا وانا خديت فيه البيج والكحل حيت كيجيو مع كاع الالوان. ضربي اي جين عندك ولا اي لون ديال الزيف على ضمانتي غادي يجيك زوين. دونك بلا ما نطولوا الهضره طاقي لي الصاحبه ديالك تستافد وغنخلي لك حتى لاباج ملي خديتهم تحت لا فيديو. بيزو سلام حبانات من مورا هاد لا فيديو ما غاديش تبقاي تستغناي على الطريقه اللي غادي نوريك تولي ديري بها الحجاب ديالك واهم حاجه كتجي مع كاع الوجوه وكاع لي ستيل.